اعتقلت الشرطة الدنماركية عشرات الأشخاص في كوبنهاغن بعد أن أقاموا حواجز وأضرموا النار في أحد شوارع المدينة وألقوا زجاجات حارقة على رجال الشرطة. وحاول المتظاهرون اقتحام المنطقة التي يجتمع فيها قادة العالم في قمة المناخ، وكما أقامت الشرطة بإزالة الحواجز التي أقامها عشرات الناشطين من دنماركيين وأجانب. الاحتجاج جاء بعد فشل قادة العالم وخلال اجتماعاتهم لأكثر من أسبوع في وضع استراتيجية واضحة للحد من التغير المناخي. المؤتمر 15 للأمم المتحدة حول المناخ في كوبنهاغن يدخل أيامه الثلاث الأخيرة مبتليا بخلافات بين جميع الأطراف ودون استثناء حول مواضيع هامة مثل تحديد نسب انبعاث الغازات والتمويل وكيفية التحقق من تنفيذ التعهدات، ناهيك عن خيبة أمل الكثيرين بأن اتفاق الجمعة إن تم سيكون سياسيا وغير ملزم. What we need to see is that it's a really good agreement which captures all the main points, even if it isn't a legally binding treaty, and that legally binding treaty can come within a few months after that, because as I say, we can't afford to wait. We need that progress right now. فالجميع يدرك الآن أن مواجهة تحديات التغيرات المناخية تحتاج من قادة العالم إلى تحرك مشترك وثابت وواضح، وأن مسؤولية التعامل مع ظاهرة الاحتباس الحراري هي مسؤولية مشتركة بالنسبة إليهم. Well, just like everyone else, I think everyone is here for the same purpose, to try to work together with leaders to demonstrate to them that we're committed to climate change and finding solutions. الناشطون البيئيون يجادلون بأن الأمم المتحدة منعت دخول بضعة آلاف منهم، ويؤكدون أنها ستحد من دخولهم في اليوم الأخير لمؤتمر القمة. وبالرغم من الجدل والخلافات وهي جمة، لا يوجد لدى الكثيرين أدنى شك في أن قادة العالم سيتوصلون إلى اتفاق سياسي غير ملزم الجمعة القادمة. فلم يحضر نحو 130 رئيس دولة أو حكومة إلى هنا لكي يفشلوا أمام الجميع، ولكن التحدي الحقيقي هو في تحويل وثيقة كوبنهاغن السياسية إلى وثيقة قانونية خلال فترة لا تتعدى النصف الأول من العام القادم. من قاعة مؤتمرات بلا سنتر، طلال حاج، العربية، كوبنهاغن. تظاهرات صاخبة واشتباكات مع الشرطة وعملية اعتقال شهدتها شوارع العاصمة الدنماركية كوبنهاغن فيما تقترب قمة الأمم المتحدة للمناخ من نهايتها. الشرطة الدنماركية احتجزت نحو 300 شخص عندما اقتحم محتجون الحواجز المحيطة بمكان انعقاد قمة المناخ العالمية في كوبنهاغن. وقد استخدم رجال الأمن الهراوات ورذاذ الفلفل لإبعاد مئات المحتجين الذين تجمعوا خارج مقر المؤتمر، حيث يسابق المشاركون الزمن للتوصل لاتفاق يعالج مشكلة ارتفاع درجات الحرارة في العالم قبل نهاية القمة يوم الجمعة المقبل. ومن كوبنهاغن ينضم إلينا موفد العربية طلال الحاج. طلال، آخر ما انتهت إليه المفاوضات والمحادثات حتى الساعة في كوبنهاغن؟ هناك تكهنات طالب بأن هذا المؤتمر قد يفشل، هناك توقعات من الرئيس باراك أوباما عندما يصل إلى هنا يأملون أن يعمل على إنجاح هذا المؤتمر. هناك ما زالت مشاكل عالقة تتعلق بالتمويل وتتعلق بنسب انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون، وكذلك بالإطار القانوني لهذه الاتفاقية، حيث تعلم أنه لن يكون هناك إلزام قانوني في هذا الاتفاق السياسي. وفي آخرا وفي مراقبة التنفيذ، الصين والهند ترفضان أي مراقبة دولية لتعهداتهم بخفض نسب انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون. طيب طلال، كيف سيعمل على جسر الهوة بين المختلفين، ومن هم أبرز المختلفين، أبرز المعترضين وأبرز ربما لنقل المتفقين على مشروع القرار الذي من الممكن أن يصدر عن القمة؟
ليست هناك حتى الآن مسودة أمام القادة. هذا ما حذر منه إيفو جبور رئيس التنفيذي لمؤتمرات قمة المناخ للأمم المتحدة، وحذر منه رئيس المالديف محمد نشيد، قال أنه سيكون كارثة إن لم تكن هناك مسودة يوم غد الخميس لتقديمها لهؤلاء الرؤساء. هناك أصابع اتهام نحو الصين، هناك أصابع اتهام نحو الولايات المتحدة أيضا، وحتى الدول النامية هناك أصابع اتهام نحوها ونحو الدول الإفريقية لعدم التزامها بتمويل خفض الانبعاث الغازات والاحتباس الحراري. من كوبنهاجن موفد العربية طلال الحاج، شكرا جزيلا لك. وهذه عودة مشاهدينا إلى المفاوضات حول المناخ والتي تجرى في كوبنهاجن، ومعنا من هناك موفد العربية طلال الحاج. طلال، كيف هي الأجواء من عندك؟ هل هناك من أمال لإذابة الجليد إذا ما صح التعبير في هذه الاجتماعات؟ ما زال الوضع متأزم، لا يوجد هناك حتى الآن بصيص أمل في الأفق. الجميع ينتظر قدوم بقية الزعماء وخاصة رئيس الوزراء الصيني وبالأخص الرئيس باراك أوباما ليلة الخميس يوم غد. ولذلك نحن نود هنا أن نذكر القضايا الأساسية التي تعطل هذه المحادثات، وهي نسب انبعاث الغازات التي تختلف بين الدول، وخاصة أن الدول النامية تريد من الولايات المتحدة والدول الصناعية أن تحدد هذه النسب بدرجة 40%، وهذا أمر غير محتمل في هذا المؤتمر. هناك أيضا مسألة تمويل الدول الصناعية، خصصت مبلغ 10 مليارات دولار لقضية مساعدة الدول النامية لمواجهة تحديات التغيرات المناخية، ولكن الدول النامية تريد خطة مطولة على المستقبل القريب والبعيد لسد هذه الاحتياجات، ولا تريد أن تستفيد الصين من هذه المساعدات، خاصة وأن الصين الآن يضعونها مع الدول النامية. وهناك أيضا مراقبة التطبيق، دول مثل الهند والصين لا تريد مراقبة وتطبيق دولي لهذه لعملية تنفيذ التعهدات. وهناك أيضا إطار قانوني، تعرفين هناك معاهدة كيوتو التي هي الإطار القانوني لهذا المؤتمر وتنتهي في عام 2012، ولكن هناك دول تريد أن تستمر هذه الاتفاقية، بينما دول مثل الولايات المتحدة والدول الصناعية تريد أن تبدأ من جديد باتفاقية كوبنهاجن، وهي اتفاقية غير ملزمة واتفاقية سياسية إن تمت يوم الجمعة. طيب، يعني إذا ما صح التعبير ساعات قليلة يعني أو أيام قليلة حتى انتهاء المهلة، هل نتوقع تمديد هذه الاجتماعات أم أنه بحال فشلها فسننتظر اجتماعات أخرى ومفاوضات أخرى؟ سؤال مهم جدا. كثير من الدول هنا تطالب بمزيد من الوقت وتقول لو كان لدينا فسحة ومجال من الوقت لتمكننا من التوصل لاتفاق، ولكن الوقت ينتهي يوم الجمعة. ال 24 ساعة هي حاسمة بالفعل ومهمة. هنا عندنا اعتصام من مجموعة من الناشطين من المجموعات المدنية والناشطين البيئيين يطالبون القادة العالم بالتوصل لاتفاق، أولا اتفاق دائم، وثانيا اتفاق يكون ملزم قانونيا، وهذا ما نستبعد أن يصبح أمرا واقعا. الشرطة قامت بالاعتقالات هنا وهم يحاولون البقاء في هذا المكان لليومين الباقيين، ولكن إدارة المؤتمر هنا الآن طلبت إخراجهم وعدم إدخالهم خلال يومين المتبقيين من القمة. الوضع متأزم، لا نعرف. الدول الصغيرة والجزر الصغيرة تطالب مطالب كثيرة، خاصة بلا يزيد ارتفاع درجة الحرارة عن درجة ونصف الدرجة. الدول النامية تطالب مزيد من الأموال. الصين والهند مواقفهم صعبة، الهند حتى الآن لا نعرف موقفها بالتحديد من كل هذه القضايا. هناك قضايا كثيرة معلقة في الهواء. نعم، سننتظر الساعات الأخيرة ماذا ستؤدي. على كل من كوبنهاجن موفد العربية طلال الحاج، شكرا جزيلا لك. أعلن وزير البيئة الياباني في كوبنهاجن أن بلاده تقترح تقديم نحو 20 مليار دولار من الآن وحتى عام 2012 لمساعدة الدول الفقيرة في التصدي لتداعيات التغيرات المناخية. هذا فيما كشف دبلوماسيون أن المفاوضات حول المناخ وصلت إلى طريق مسدود قبل 48 ساعة على الموعد المحدد لإبرام اتفاق في كوبنهاجن. وعبر مسؤولون أوروبيون عن قلقهم الشديد من الجمود الذي تشهده المحادثات.
وأضاف مصدر دبلوماسي أن نائبة رئيس المؤتمر كوني هيدغارد كانت تقوم بمشاورات جديدة على مستوى ضيق حول مسائل إجرائية تتضمن تعليقا جديدا للأعمال. واتهمت الدول النامية هيدغارد بإعداد نص للمفاوضات لا يأخذ بالاعتبار نتائج مجموعات العمل، وحذرت من أن مثل هذه الخطوة ستكون غير مقبولة. وسط تكهنات باحتمال فشل مؤتمر قمة كوبنهاغن، أكد بعض القادة المشاركين فيه أن عدم تقديم مسودة اتفاق إلى قادة العالم مساء الخميس سيكون بمثابة الكارثة. We might not come up with an agreement in Copenhagen. That in my mind is totally unacceptable. For us, this is more than just another meeting. This is a matter of life and death. القضايا العالقة ما زالت هي أولا نسب انبعاث الغازات، فالدول النامية تطالب الدول الصناعية بخفض الانبعاث بنسبة 40% بحلول عام 2020، وثانيا التمويل، فعشرة مليارات دولار مقترحة تعتبرها الدول النامية غير كافية، ووفقا لها لابد من وضع خطط تمويل على المدى القريب والبعيد. وثالثا هناك موضوع مراقبة التنفيذ والتطبيق ومعارضة الصين والهند لأي تحقق دولي من تعهداتها. وأخيرا هناك الوضع القانوني لأي اتفاق جديد، وذلك بانتهاء معاهدة كيوتو عام 2012. I still believe that it's possible to reach a real success, but I must say that in that context the next 24 hours are absolutely crucial and need to be used productively. توقعات كثيرة ينتظرها المنظمون والمشاركون في هذه القمة من الرئيس الأمريكي باراك أوباما عند وصوله، فبالفعل ستكون 24 ساعة القادمة حاسمة بالنسبة لهذا المؤتمر. بينما يجادل البعض بأنه وإن كانت الدول الغنية والصناعية هي التي صنعت هذه المشكلة بالمقام الأول، إلا أن الجميع فقراء وأغنياء عليهم التحرك سويا الآن لمواجهة الخطر المشترك. وبينما تحتد المفاوضات يستمر الناشطون البيئيون في الاعتصام داخل قاعة المؤتمرات في حملتهم السلمية لمطالبة قادة العالم المجتمعين باتفاق عادل وملزم قانونيا، ولكن الاعتصام السلمي لا يظل سلميا طويلا. إدارة المؤتمر منعت الآن دخول أي ناشطين أو ممثلين عن الجمعيات المدنية لقاعة المؤتمرات خلال اليومين الأخيرين لهذه القمة. من قاعة مؤتمرات بيلا سنتر، طلال حاج، العربية، كوبنهاغن.